مكملين معاكم باقي فقراتنا، والفقره دي كده زي ما وعدناكم من البدايه. النهارده معانا صوت وموهبه حلوه جدا، معانا مطرب شاب يمكن كمان والده كان فنان شعبي جميل جدا في فتره الثمانينات، وهو الفنان فوزي العدوي. ولكن هو ما اختارش نفس الطريق في الغنى الشعبي، وقرر ان هو يغني الوان ثانيه مختلفه كتير. يمكن هتلاقوه اكتر على السوشيال ميديا، لانه هو اكيد معترف بدورها الفتره اللي احنا فيها دي، وازاي كمان هي بتساعد. معانا الفنان الشاب احمد فوزي. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. الاخبار؟ الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله كله حلو. كمان معانا زياد، عشان انت بص لخبطتني. زياد، ازيك يا زياد؟ عامل ايه؟ واحمد مجدي، ايه الاخبار؟ منورنا. ازيك يا شباب؟ كل سنه طيبين. انت طيب وبخير عليك كده يا رب ان شاء الله، ونتبسط مع بعض كده يا رب. الله يخليك. طيب قول لي بقى كده، يعني فوزي على طول. انا يعني انت اسم الشهرة بتاعك فوزي. فوزي فعلا. احمد دين. احمد فوزي يعني فوزي على طول. قول لي يا فوزي، يعني حبك في الغناء اكيد طبعا بدا من البيت، يعني من خلال الوالد يعني. حصل. لكن انت اتجاه تاني خالص، يعني الوالد كان يمكن بيغني شويه شعبي شويتين، يعني معتد على كده، لكن انت بقى غيرت الموضوع خالص. قول لي غيرته يعني. هو انا عرفت دي مش بتاعتي قوي، او مش بالشكل اللي هو كان هو فيه يعني. دي مش قدراتي، انا قدراتي في حته شويه ايه، في حته تانية. فرحت لها يعني، رحت للصح بتاعي انا، فاهم؟ اوكي. اول مره غنيت كان امتى؟ كان عندك كام سنه؟ كنت في المدرسه، في ثانوي. ثانوي اول حفله بقى مدرسه وكده وستيج وبتاع. لا انا اقصد اول مره غنيت فيها عرفت ان انت عندك صوت. لا من قبل كده بقى بحاول وعايزه اغني رخامه والاول وبتاع وكده، اللي هو شبطان بس عشان بابا بيغني. ومبسوط ودايما بسمع مزيكا، فانا في حاجات بحبها وفي حاجات لافته وداني، فاهم؟ طول الوقت انا رايح في سكه كده ومبسوط. لحد ما واحده واحده بقى جت، واحده يعني. واحده خدت الموضوع بقى من البدايه خالص. بالزبط. طب عملت ايه يعني؟ هل درست مزيكا مثلا؟ خالص يعني، لسه ناوي اعمل كده ان شاء الله، بس لسه ما حصلش يعني. طب احنا النهارده مش هنتكلم كتير. احنا يعني هنسمع. تمام، اتمنى نبدا نسمع. يلا بينا نسمع. ايه في الاول؟ هنقول واخد على خاطرك. اوكي. غنوتي كلمات عمرو حسن والحان كريم جوهر. حلو جدا. يلا بينا. واخد على خاطرك مدوني، مشتاق لحاجة تاهت جواك، أنا قلبي معاك علشان زيك. جوايا كلام وفي قلبي زحام، أنا زيك خام مليان تجاعيد، وبتعمل نفسك زي سعيد. يجي الشتا يصحيك ويفوقك لحاجات، يصحي النايم فيك وتبتدي الحكايات. وناس وطريق وصديق ما عادش صديق، وحبيبه وقت الدين رفضت تقرب ليك. والصعب في الموضوع ان في رقبتك ناس، البكاء ممنوع، ماني كان كده وخلاص. الوحدة أقرب ليك من أي ناس تانية، صدقني مش عيب فيك، ده العيب على الدنيا. واخد على خاطرك
هم الدنيا مشتاق لحاجات تات جواك انا قلبي معاك علشان زيك. الله الله ايه الجمال ده؟ لا بدايه حلوه فعلا. مع بس إننا... جاي تنكد علينا يعني انا مشهور بكده للاسف يعني قدري انا اتحطيت هنا. انت اللي اتحطيت ولا انت مقرر المخرجين حطوني في دور؟ يعني حلوه حلوه الاسطمبه دي. مقرر ان انت تغني دراما وحزين والحاجات دي؟ بحب وببقى شاطر في ده يعني الى حد ما. طبعا محدش بيقول على نفسه شاطر اكيد، بس يعني لا هي دي شاطر فيه لا خالص يعني الحمد لله. بحاول بتحس بالاغاني دي اكتر يعني، بتحس بالكلمات اللي ممكن ريحه الوجع الحاجات اللي هي اللي تقطم دي. ربنا يستر. بس في برضه في جزء تاني بيضحك عادي ولطيف تمام يعني، بس مش حقيقي. لا عايزين نفرح كده يا فوزي. لا نفرح ان شاء الله، هندخل الفرحه لكل لنا زياد بقى. يعني حبك بقى للكمانجا جه امتى؟ وكمان انت يعني ما شاء الله برضه بتلعب مع مطربين تانيين، من ضمنهم طبعا النجم تامر حسني. يعني انا لعبت معاه مره ولعبت مع مدحت صالح، لعبت مع ناس كتير بقى، استاذ مدحت صالح طبعا، ولعبت مع هيباتوجي ناس كتير يعني. بس طيب مجدي قابلته امتى؟ هل انتوا صحاب من الاول ولا اتجمعتوا في المزيكا ولا ايه اللي حصل؟ فتره كبيره بصراحه. اوكي قبل يعني قبل ما تعملوا ما تبقوا بتغنوا مع بعض ولا بعد؟ لا بتالي بدانا على المزيكا يعني المزيكا اللي جمعتنا. اتقابلتوا ازاي بقى؟ مين فينا بالظبط؟ احنا كل واحد لينا حكايه يعني. زياد انتوا الثلاثه مع بعض؟ ما كل واحد فيكم ليه حكايه. لا يعني مع الثاني يعني انا اعرف زياد من زمان جدا. اوكي قبل مجدي مثلا. وبعدين يعني زياد بابا موسيقي برضو. فكان بيلعب مع والدي زمان الله يرحمه، ففي قصه كده من زمان قوي. تمام. مجدي عرفته لا عن طريق المزيكا يعني، اتقابلنا كده في حاجات يعني. وبدات المشروع مع بعض. بس بقينا اصحاب اكتر من المزيكا يعني، بقت المزيكا دي حاجه بنعملها على جنب كده، احنا اصحاب قبل اي حاجه. ودي احلى حاجه طبعا. وانت حبك بقى في الاورج جه من امتى برضه يا مجدي؟ ده جه من وانا في ثالثه اعدادي مثلا، اولى ثانوي، لقيت نفسي في الموضوع ده. اورج ولا بيانو بقى معاه؟ لا بيانو، ابتديت على بيانو طبعا. حبيت الموضوع يعني، حاولت باخده كدراسه. فدخلت كليه تربيه موسيقيه طبعا. تمام. رميت نفسي فيها وقلت بقى اشوف اخرتها ايه. هو ليه كل الناس بتكتشف موهبتها من وهي قد كده وانا لحد دلوقتي مش لاقيه لي موهبه؟ دوري دوري يا نوره. صدقيني ليه يا نوره؟ دي موهبه يا نوره. مين قال لك؟ ايوه 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 دي موهبه. نوره موهبه في انتقاد الرجاله يا جماعه، ما يجيلكوش فكره بتاذن احنا. معلش يا جماعه اوقات كده بحب افضفض. طب عايزين نسمع حاجه. احنا اخواتك عادي. يلا سمعونا حاجه نكدوا عليا تاني. طب ماشي يلا ماشي انا كتبت هدنا برضه. يلا بص يا نوره. يفضل كل واحد فيه حاسس ان شيء فيه. جمعنا الحب يوم لكن بقينا في بعض بنعادي، وصوت العقل قال نمشي وفي شيء بينا بينادي. هنبعد فترة ونفكر عشان
يبقى القرار هادي واعتبرنا اعتبرنا خدنا هدنا من عهدنا كل واحد فينا قلبه يكون وحيد تبقى فرصة نداوي رحنا من جرحنا أو نشوف الصورة أوضح من مش مصدقها عشان احساسها راح مني وبهرب من ايديك دايما عشان حساك غريب عني بحبك مش مصدقها عشان احساسها راح مني وبهرب من ايديك دايما عشان حساك غريب عني واسلك حل دلوقتي نغيب عن بعضنا شوية يا جبنا البعض تاني البعض وردك من جديد لي يا نبع واللي منا يعيش جميل فعنيك فعني اعتبرنا اعتبرنا خدنا هدنا من عهدنا كل واحد فينا قلبه يكون وحيد تبقى فرصة نداوي روحنا من جرحنا او نشوف الصورة أوضح من بعيد الله 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 حبيبي حبيبي ايه الجمال ده تسلم نقول سنة جديدة بقى وسنة حلوة ونتفائل وحاجة جميلة كل واحد فيكم بيتكلم يعني لوحده كده عامل أغنية لوحده سواء كان مجدي أو زياد أو أنت برضه يا فوزي حبيبي تسلم كلكم أحسن من بعض طيب فوزي قول لي كده يعني الفترة اللي فاتت طبعا أكيد يعني أنت كنت شغال على حفلات ساقية الصاوي وما شاء الله الناس بقى تفاعلات أكتر والكلام ده جت الكورونا طبت علينا الدنيا هديت خالص وبقينا في مشكلة كبيرة ده حقيقي بتعمل إيه بقى يعني شغال سوشيال ميديا أكتر حفلاتك إيه شغالها عامل إزاي بقى؟ يعني ما قبل كورونا أنا كنت بره مصر كان عندي حاجة في مهرجان الرياض يعني رجعت وقت القفل وقعدت شوية كتير بعد ما الدنيا الحمد لله بدات ترجع وبدانا بقى حفلات كان عملت بقى اول حفله منفرده في سايب الصاوي ما كنتش عملت ده قبل كده حلو كان دايما بيبقى بمشاركات يعني شعراء اصدقائي وبتاع كانت دي اول حاجه بقى في الساقيه تبقى منفرده يعني عملت حاجات منفرده بره الساقيه بس كانت دي اول واحده اوكي الناس بتحب تسمع منك حاجه معينه يعني في مثلا لما بتنزل حاجه على الفيسبوك على السوشيال ميديا بشكل عام الناس بتطلب منك حقيقي. ايه بقى هي في غنوه اسمها ابن ادم بتاعت بهاء سلطان من اكتر الحاجات اللي يعني بعد كده الليف العلي بالظبط قول يا ابن ادم احنا دي خليها ايه في شم النسيم مثلا يعني بلاش نبوظ السنه بدري خلاص لو عايز اغنيها غنيها هي حلوه نقول حته حلوه يا نوره طبعا ده بالنسبه لك ايه ده كده ايه هابي نيو يير طب يعني عندي خبر مؤسف انه يعني للاسف الوقت خلص بجد؟ والله يعني احنا هنسلم عليكم بس لسه هنغني ماشي يعني نورتونا جدا جدا احنا اتبسطنا جدا على وقتكم ويعني ربنا يكرمكم يا رب في كل الايام اللي جايه كده وتعمل كل حاجه انت نفسك فيها ان شاء الله نسمع ايه بقى اخر حاجه نسمع النور مكانه في القلوب بقى عشان نقفل بقى ماشي بامل يعني نقفل بامل حلوه دي حلوه دي حلوه ان شاء الله ما يبقاش كذاب يعني ربنا كريم ان شاء الله يا رب اللهم امين
كانوا في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب هي تكون قد الحياة هي تعيش وحيد وسط الدروب اليأس ضعف وخوف جبان لكن الأمل يفتح بباب هي تكون قد الحياة هي تعيش وحيد وسط الدروب إلس خضار الشجر حس الضياء القمر انقش قلوب على الحجر على شيء ما تندمش يمك اوان اعدي امشي الطريق امشي العمر ايه يروي غير قلبي ما يخافش احب اسهر للصبح وعمري ما بروح بدري احب اسهر للصبح وعمري ما بروح بدري مخلوق رافض للنصح والعمر بقيس وبصاحب كل الخال والبي صاحبي والفقر انا صاحب كل الخال البي صاحبي والفقر واتعشى في باب الخل وافطر على البحر في بحري اجي اتغدى ملاقيش ملعن شيل يلا انا ويايا بعيش زي المليونيرات وبحلم وانا معيش ملعن شيل ازمات وانا ويايا بعيش زي المليونيرات واحلم وانا معيش ملعنش الازمات وبحلم وانا معيش انا بحلم وانا معيش ده انا بحلم وانا معيش وانا بحلم وما حلتيش